نرجع تاني مع بعض ونضمننا الأستاذ كمال عامر النقد الرياضي الكبير ومدير تحرير جريدة روزا اليوسف. أستاذ كمال إزاي حضرتك؟ كابتن كريم وحشنا قوي. الله يخليك يا أستاذ كمال. حبيبي أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله كله تمام. إيه أخبارك في الدنيا؟ بص الدنيا دي يعني أنا شايف ومتابعك وقاعد بره أشوف وشايف الدنيا فعلا مجموعة يعني مع تراجع العملية السياسية الجدل اللي كان فيها، لأن كانت مصر فترة من 2011 لحد دلوقتي كانت السياسة هي اللي بتقود، هي اللي عاملة الضوضاء والسياسيين وهم اللي عاملين الضوضاء وهم عاملين حركة الجدل اللي موجود، لكن أنا عارف إن هم انتخابات قربت فكل واحد بدأ يلم نفسه، ما بقاش في كم من الإشاعات، ما بقاش في حركة اللي هي بتعمل ما يسمى بعملية ليشت اللي هي الشوق والاشتياق وجذب الانتباه، مفيش. الرياضيين هم اللي بيقودوا في الفتره الحاليه العمليه دي. حتى الرياضه دخلت في السياسه؟ لا ما هي داخل، هي اصلا داخله، لانك ما هتقدرش تفصل السياسه عن اي حاجه. الاكل بقى سياسه، انك تشتري مش عارف سيجاره سياسه، انك ما تبطل البتاع كلها سياسه في السياسه في السياسه، هي داخله بس هي ما بتزيد شويه بتعمل مشكله. ما تزيد عن حد. عندنا احداث كتير جدا وهبدا معاك بالاهم، مباراه الزمالك والاهلي في السوبر. نعم. لسه كنت بتكلم في حاله احتقان وشويه تصريحات متبادله من رئيس نادي الزمالك ورئيس النادي الاهلي مع بعضه، وكنت بقول يا جماعه احنا مؤسستين كبار جدا، اكبر مؤسستين في مصر وافريقيا والشرق الاوسط والدول العربيه، يعني زي ما تقول على، نعم، الاهلي والزمالك. نعم. وشايف ان ده ممكن ينعكس على الجماهير اللي رايحه تتفرج لما تلاقي رئيس الاهلي ورئيس الزمالك مزعلانين من بعض وما بيسلموش على بعض واخدين جنب كده، فده ينعكس على اللعيبه وينعكس على الجماهير ويعمل تنشنه في الماتش والماتش بره مصر. تمام. هو بس عايز ناكد على مجموعه حقائق. جماهير الاهلي والزمالك هم يعني لو تشوف الصوره المجموعه العناصر اللي انت قلتها ده رئيس وهنا وهنا كل الاشخاص ديت، الجماهير هم الاقرب لبعضهم. بدليل ما شفناش احتكاك بين الجماهير الاهلي وجماهير الزمالك، حتى لو في احتكاك احتكاك لفظي بسيط كده وبتاع وتخلص الموضوع. واكثر من مره تضامنت جماهير الاهلي مع جماهير الزمالك في مواقف كثيره جدا عندما تعرض احد الطرفين لمشكله ما مع ادارته او خلافه. ده عايز اكده على واحد. اثنين، هو حته الخلاف الشخصي ما بين اول خلاف بطريقه او باخرى ما بين مرتضى منصور ومحمود طاهر، هي واضحه المعالم رايحه فين وجايه منين. لكن محمود طاهر في اخر تصريح لهم امبارح انا شايف ان هو ايه قال لك، يعني حتى سؤال واضح، لو قابلت مرتضى منصور تسلم عليه؟ قال له هسلم عليه، ادي واحد. لكن انا غاضب من واحد اثنين ثلاثه هنتكلم. عنده حق، مش عايزين ندخل في التفصيله دي، لكن انا هقول لك واكد لك اللي هيفوز بالسوبر هو اللي هيقود عمليه المصالحه. بمعنى تاني، مرتضى منصور فاز بالسوبر هو هيروح النادي الاهلي، حتى لانه هيروح ولا ما تفرقش بقى الموضوع. محمود طاهر فاز بالسوبر هيبقى اكثر تسامحا هنا او هنا، فاحنا عايزين المشاكل اللي بينهم بسيطه. واعتقد ان الرساله واضحه لهم من اكبر راس في البلد، في حدود للعبه، حرق البلد عن طريق الرياضه هيبقى امر مؤسف جدا ومؤلم جدا، والعمليه مش ناقصه. عشان كده لو تلاحظ ان الطرفين التزم كل واحد منهم بيحاول يوجد صيغه او يوجد طريق للعمليه المصالحه، فلا خوف على العمليه دي خالص بالمره. نيجي بقى في الجماهير المصريه في على الاراضي الاماراتيه. انا احساسي الخاص كان في حاجتين الاول لازم ناخد بالنا منهم. أي. في البدايه كان هناك تخوف من بعض جماهير وايت نايتس تحديدا ان هي تروح هناك. الفيزا من 500 ل 800 جنيه سهله انك تقطع تذكره هناك، وفي شركات كتيرة قوي بتحاول تغازل الجمهور وبتوصله باقل التكلفة. هيروحوا جماهير النادي الاهلي، هتروح، لكن هم حاسين ومتاكدين، لان اوعى تصدق الكلام اللي بيتقال على جماهير الكره ان هم مجموعات سطحيه وعنف لا خالص، دول شباب مصر، لان في البطاقه لاي واحد منهم مش المهنه مشجع، لا ده المهندس والدكتور وبياع البطاطا وبياع الجرايد، كل المجتمع المصري في شبابه هو ممثل في الجماهير. جماهير عندها وعي في حاجه واحده او حاجه مهمه جدا، الامارات اللي هي التضحيات للامارات وقفت معانا من 30/6 وما قبلها، اللي هو انحياز للشعب المصري والدفاع عن الشعب المصري في كل المحافل الدوليه، جه وقت ان احنا نرد الجميل للامارات، نقول لها شكرا الامارات على ما كان بيستضيف المباراه حبا في مصر. بالظبط. يعني فعشان كده انا متاكد ان التقارير الامنيه اللي طلعت في البدايه بانتزاز بعض الناس الغاضبين هناك ويعملوا مشكله واوا، لا انا 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 ضد الحاجات ديت، هيبقى مباراه نموذجيه في كل حاجه. جمهور مصر قدامه تحدي ان هو عايز يوصل صوت البلد هناك، عايز يقول شكرا للامارات، لا يمكن هيفتح له اي مشكله، فلا خوف على العمليه دي. نيجي للعيبه كمان. اللعيبه دلوقتي الاثنين واقفين محطوطين تحت ضغط، اذا كان الزمالك خايف والاهلي خايف اكتر، الخوف ده بيقرب المسافات، ما بقاش شحن. الشحن اللي النادي الاهلي عنده طار ما بين ان هو حقق انتصار،
الزمالك عايز يكرس عمليه الفوز على الاهلي. جيل جديد الحال بيقول انتهت عقده الحمراء، وان شاء الله هم عايزين يعني ياكدوا على انهم ابطال الدوري والكاس وياخدوا السوبر كمان الاهلي، يبقى دي يعني خلاص انتهت الى الابد. هم عايزين كده. دي كلها ايه؟ حلم في اطار ادب واخلاق واحترام. هو كل واحد عايز يقدم نفسه بره. مش مفيش لاعب في الطرفين هيقدم نفسه ان هو المشاغب ولا انه يحتك، مفيش خالص. يمكن بعض الاصوات خرجت في الاول، مش معنى يروحوا الامارات. انا كان في، لو احنا سمعنا في الاول كده، لا هم يروحوا الامارات لان هنا المباراه بدون جمهور، هنا وهنا وهنا، ده دول سفراء. المباراه دي خير تتويج او خير يعني ايه تصرفات، او احنا بنقول تحركات لان مصر بتتعافى. وان احنا نروح، طب السعوديه عملت النهائي في انجلترا وهنا وكل ايطاليا مش عارف عملت في الصين، لان الجمهور احنا عايزين جمهور الامارات، جمهور الامارات وجمهور المصري اللي هناك والعرب يحسوا بينا احنا موجودين. افتح احتراف وافتح وافتح، ليه الانغلاق؟ فانا مع، لكن لا خوف على العمليه ان شاء الله، واتمنى باذن الله ان هي تخرج بالصوره اللي احنا نتمناها. هخش معاك شويه في مشاكل النادي الاهلي الفتره، فيمكن مش عايز اتكلم في مشاكل كتير، لكن هي المشاكل اللي مخلينا غصب عننا نتكلم فيها. حتى خلت رئيس النادي الاهلي امبارح يطلع في برنامج ويتكلم. تمام. كان في جوزي وباسير والاختلاف والجماهير زعلانه، وفي ناس عايزه تسحب الثقه في مجلس اداره النادي الاهلي. يعني شايف الرؤيه ازاي بالنسبه، شايف الموضوع اوفر شويه بالفتره الحاليه؟ انا ليا راي، الراي بتاعي كتبته في وسط ان ما حدش يقدر يقول رايه في التوقيت لما يكون في مشاكل ونار، ولا انا رايي مين اللي مولع ومين ومين. انا هقول لك على حاجه لك. انا بقالي 40 سنه في الوسط، عمري ما سمعت ان جمهور بيعترض على مدرب جابه فرقه. انت سمعت في حياتك؟ لا يعني بيبقى زعل، بس مش بالطريقه دي. ممكن يقول لك ده مش كويس، ده مش يقولوا ايه، يقولوا بينهم وبين بعض. مش بالطريقه المنظمه دي. وايه وفي الاهلي؟ لا لا، ادي واحد. اتنين، الزمالك حتى ايام ما كان في مشكله ما سمعناش. لا، الاهلي دلوقتي لو استمر السيناريو اللي موجود لحرق النادي الاهلي، انا ليا راي حرق النادي الاهلي، اطراف الحرق او اطراف انا مش هقول مؤامره بس، لا، لان معروفه كل من لم يجد له مكان في النادي الاهلي، في سواء الشغل او مش الشغل، موجودين وهم بالاسماء معروف. اثنين، كل مجالس الادارات اللي جايه، لان كل واحد عايز يدخل الانتخابات اللي جايه موجوده ومعروفه، يعني العمليه مش مظبوطه. لكن الجديد في الازمه دي حاجه مهمه جدا، ابناء النادي الاهلي اللي هم موجودين دول، اللي هم بيقودوا عمليه المعارضه ديت، المعارضه العنيفه يعني، لان مش معارضه دي خالص، هم نفسهم اللي كانوا ملتزمين، يقول لك الاهلي فوق الجميع والاهلي ممنوع نقول بره والاهلي والاهلي ولازم نسند السفينه للاخر. لا، ده انت عايز تغرق السفينه عشان المصالح والمكاسب. نرجع ونقول ان ان ان, إن, إن في ظروف صعبه قدام المجلس الحالي. ظروف صعبه، لان ما هو الاهلي كان لوحده يا كريم، الزمالك داخل وفي اكثر من نادي بدا يعمل قلق. يعني وجود الزمالك كقوه كبيره جدا ومنافسه جدا وانتزاع الالقاب من الاهلي، ما خلى الاهلي برضه يتحط في كورنر. الامكانيات كانت الاول اهلي، الاعلام كان كله اهلي، الزمالك كان من كتر الغضب الزملكاويه الصحافه او خلافه خلاص كانوا استسلموا، دلوقتي رجعوا بشراسه. واحد زي ما تكون انتصار جاله فاداله قوه دفع معنويه ان هو بقى يخربش اي واحد يقرب من فرقته وبيساهم او بيصلح لفرقته او بيسهل قدامها الطريق. خلينا نقول الموازين القوى اختلفت. نيجي بقى الاهلي، العلاج، هل علاج النادي الاهلي او علاج مشاكل النادي الاهلي بالمنظر اللي انا شايفه ده من اطراف الاهلاويه او الاطراف الحمراء؟ لا، ده كل واحد جه في التوقيت ده عايز ياخد حته من جسد النادي الاهلي لصالحه. لا، يعني مش ده الاهلي. ده ولا نادي درجه خامسه، انا ما شفتش ولا قيم ولا اخلاق ولا حاجه. والاهلي فوق الجميع، ده كل واحد يقول لك الاهلي فوق الجميع الا نفسي. ما هو بالظبط كده، خليه فوق الجميع يلتزم بتاع الا نفسي، لانك انت مش ملتزم. خلينا نقول إن, ان 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 الاهلي بيتعرض لمشاكل كبيره جدا، بس الاهلي مش هيموت ولا هيضعف. وايه يعني مباراه تضيع؟ وايه يعني بطوله تضيع؟ الله، طب ما انت كنت، انت كاهلي ما انت محتكر كل البطولات، والا كان نادي الزمالك كان يموت بقى، او الانديه الثانيه المعارضه اللي هي ما كانتش موفقه كانت تموت. عايز اقول ان النادي الاهلي اذا كان بعض الناس جوه المنظومه الحمراء، مع الاسف هو رئيس النادي الاهلي جاي بفكر لوحده، يعني جاي بفكر جديد، مش يعني عايز يغير، ظنا منه ان الكره بتمثل جزء، يعني بعد كده عرف ان الكره هي العنوان الرئيسي في الموضوع، مش بدا العمليه يفوق. حاجه ثانيه، هو حاسس ان الاهلي كانه اداره بيمشي لوحده، لا بيشيش لوحده، عايز تنظيم وعايز صوت اعلامي يوصل مع الناس ويعمل تواصل مع الاعلام. في اعلامي كبير صاحبي بقول له انت غاضب ليه؟ قال لي ما هو انا بكلمه في التليفون ما بيردش عليا. طب يعني معنى ذلك وتمسك البرنامج تطلع عينه؟ ما ينفعش. لكن برضو الاهلي او محمود طاهر تحديدا في اخطاء وقعت فيها، بس بيحلها بهدوء. هو ظنا منه ان في قيم عادله. حضرتك تقصد كابتن شوبير؟
كابتن شوبير مش كابتن شوبير، لا في مجدي عبد الغني، لا في مجدي عبد الغني، كابتن مجدي عبد الغني يعني بس كابتن اعلامي كبير، ويعني كابتن شوبير اللي هو كان زعلان، ما هو امبارح ما احنا لا هو كابتن شوبير زعلان على ان ايه رئيس النادي الاهلي اداله حته كده يعني المفروض ما تعديش، فاعتقد ان غضبه وانا متوقع ان غضبه لازم يقل. لكن اللي انا عايز اقوله هو يعني مدرب كان في النادي الاهلي ومشي، ما هو شوف كل الاسماء الغاضبين، ابص الاقي في واللي واحد مثلا كان مرشح في النادي الاهلي، شوف المجموعه الصحفيين المنتمين له قبل كده، هي اللي بتقود العمليه. الله يا جماعه هو في ايه؟ هي جت ده فرصه بس يعني شايف الحاجات اللي بيحصل ده كله مش طبيعي؟ لا طبعا مش طبيعي، مش طبيعي. طب الجماهير دي مش طبيعي يعني مش طبيعيه اللي هي في رجع لي الصوره كده تاني اللي هي خرجت، بص جماهير قد ايه رايحين امبارح محتجين في النادي الاهلي. هو عايز اسال سؤال، هو النادي الاهلي من امتى الجماهير بتحرك النادي الاهلي او من اي اي حته؟ لا قصدي ان الجماهير دي كلها غضبانه ولا حد بحركها؟ لا هي في نقطه اصل يمكن كل الجماهير دي حد يحرك بالراحه بس انت قلت حاجتين هما الاثنين نظبطه. الغضب الغضب مشروع لاي واحد اهلاوي او اي جمهور اهلاوي ان هو في فرقته بدات تتضرب يعني استغلت الغضب واحد. لكن مين اللي بيهيجها؟ مين اللي بيقول لها لازم تروحي هناك وتقفي وتكسري مين واحد او في افراد؟ الافراد اللي هما ايه سيطرين على الاعلام دلوقتي، ما الكلمه اللي بيقولها واحد عنده غرض اوتوماتيك، ما هو الناس قاعده طول الليل قدام التلفزيون. عايزين نقول ان النفوس الحمراء مش سالكه. عايز اقول ان الغضب ده مدبر، لان ده انت عايز تحرق الغضب. طيب معلش يا استاذ كمال يعني برضه هقف معاك عند الحته دي. وقبل كده قبل كده كان بيبقى في ناس زعلانين من المجلس مثلا، ايام كابتن مجلس كابتن حسن حمدي تمام وكابتن خطيب، بس ما بيقدروش ينفذوا بنفس الدرجه دلوقتي بنفس الطريقه او يبينوا قوي ان هم زعلانين بالشكل، بيبقى في ضيق كتمان شويه بحجه انت عارف ان الاهلي فوق الجميع والاهلي كذا كذا وحافظ على اسراره. مش معنى دلوقتي تبدلت الامور ليه بقى؟ ما هو ليه ده السؤال انا بساله لحضرتك. ما هو نمره واحد لان في اولا خلي بالك الانتخابات بقى لها سنه وثمان شهور لسه قريبه، كان في ضحايا لها كتير قوي، ومحمود طاهر لما نجح بالاكتساح ده كان مفاجاه. محمود طاهر جاي مين اللي كان بينافس؟ ابراهيم المعلم اللي كان بيمثل مين؟ ابراهيم المعلم برضه معروف تقيل وكان امتداد لحسن حمدي والخطيب اللي هم سيطروا على النادي الاهلي خلال 30 سنه سيطره تامه، لان ناس يعني ناس خبره وناس فعلا شخصيات وناس يعني ما حدش يقدر ينال منهم ولا يعني ناس واحد قاعد يحكم النادي الاهلي ويديره. اذا انت لما تيجي تمشي كل دول ويجي طقم جديد في مشكله الموظفين، ما في واحد بقالك 30 سنه تتعامل مع شخص بيديك مصلحه او ما بيديكش مصلحه، اما تيجي تغير حتى لو في قيم عادله في الاول لازم يبقى في هزه. اما يجي مدرب ويجي فكر جديد لازم نشيله ونغير اللي ماشي ده واللي كان بيقبض واو، ما لازم يبقى عنصر. كل دي مرحله النادي الاهلي بيمر بيها. بس برضه كمان انا معاك في كل الكلام ده، بس في اخطاء في المجلس. في طبعا بدليل في اخطاء واضحه جدا يعني هو في تخبط كمان عمري ما شفتها بالشكل ده في النادي الاهلي. هو في تخبط ما خلينا واضحين، وعارف حتى لو كان في اخطاء كان بيتقفل عليها، دلوقتي بقت الاخطاء باينه وواضحه للمشاهد اللي ماشي في الشارع او المشجع اللي ماشي في الشارع. ما هو ما فيش دلوقتي معلم بيدير، ما فيش واحد كان بيقدر يسيطر، ما فيش واحد عنده اذرع اعلاميه هنا وهنا. حسن حمدي كان بيسيطر على ثلاث ارباع الاعلام بطريقه او باخرى يعني بالود بالهنا بالهنا، هو كان قسطة في الحته ديت. محمود طاهر انشغل بترتيب البيت واخد الخزنه ما فيهاش فلوس والدنيا مكركبه، ظنا منه ان شغل الاعضاء اللي 600,000 موجودين داخل جدار النادي الاهلي هم دول اللي هيبقوا جزء كبير قوي ويدافعوا. لا الموضوع كله فاكك، واعتقد انه هيغير سياسته. عايز اقول لك حاجه، قيم الاهلي اللي احنا بنسمع عنها واللي كانت بتتردد وبتاع، مجموعه الغاضبه دلوقتي من سواء اللي هم عينهم على المناصب وعينهم على المكاسب واللي عايز خدمه و ضربوا قيم الاهلي في الصميم، ما بقاش اي ما بقاش. لكن انا عايز اقوله ايه، جمهور الاهلي انا غاضب، انا غاضب وزعلان من جمهور النادي الاهلي ان حد يستخدمه لصالحه. ما انت ايه، ما انت رايح لفرقتك. انت دلوقتي لما يجي مدرب لسه ما تعرفش عنه حاجه ولو السي في بتاعه كويس يعني مش وحش، ده راجل المنتخب السعودي درب وفي اليونان درب وفي البرتغال درب الامارات، اذا انت قدام واحد برضو يعني واحد مش جاي من الشارع. حاجه تانية، بعض الناس اللي بتطالب بجوزيه من الجمهور، ده بجوزيه يا جماعه ما كانش السي في بتاعه ما كانش كان زيرو قبل ما يجي النادي الاهلي، وبعد ما خلص النادي الاهلي اخفق في كل حته راح. ماشي انا برضو مستغرب ان الاهلاويه عندهم جوزيه ده، يعني ما هو حلم، مش استغفر الله العظيم مش عايز اقول لا يعني ما هو حلمهم نعم. يعني دايما نعم. كان الاهلي كان جوزيه، ما فيش حد كان يختلف على جوزيه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. نعم. ايه الاسباب اللي ما خلتش مجلس الاداره يرجع جوزيه؟ نمره واحد، رغم انه كان متاح امامهم والراجل عايز يجي وفاضي وكل حاجه، هو ايه يعني دلوقتي في ظروف يعني انت يعني ايه الكلام اللي بيتقال؟ نعم. برضو ان نعم. جوزيه ده بتاع مجلس حسن حمدي وخد مرتجي وخطيب، فما جيبش واحد كان مجلس اللي قبل كده، يبقى انا ما عملتش حاجه جديده. رقم اتنين الكلام اللي بيتقال نعم او نعم الناس نعم بتقوله ان مانويل جوزيه لو جه هيبقى في تدخل من المجلس السابق من خلال علاقات جوزيه بالاعضاء المجلس السابق،
داخل النادي الاهلي وهيبقى هم متحكمين في الامور من خلال مانويل جوزيه. تمام. الكلام ده صح؟ هو خلينا نقول او ده تفكير المجلس الحالي. هو اي واحد عايز يشوف الامور بسوء نيه هيشوف كده. يعني العمليه زي دي كوبايه ممكن اشوف هنا احمر وانت تشوفها اخضر والدنيا فيها جدل كويس قوي. جوزيه يعني مش المرحله دي مش مرحلته. اللعيبه اتغيرت، الامور اتغيرت، القرار حتى اتغير. قد هو هو كان الفتره اللي فاتت كان هو سيد الموقف، هو بيجي بيبدا بجوزيه وينتهي يعني هو ايده زي ما تجيب اي دلوقتي الكابتن الجوهري الله يرحمه لو طلع في المنتخب كان هو كل صغيره وكبيره في المنتخب في ايده. يعني انا فاكر ايام ما وصلنا كاس العالم عملوا له حساب خاص مالي ما حدش ميزانيه للمنتخب لوحده، لا مش ميزانيه، ده حساب خاص بيه هو الوزير يتحكم فيه هو الدكتور عبد الاحد جمال الدين يتحكم ومحدش يقدر يقوله من اعضاء مجلس اداره. كان هو بيبدا العمليه معسكرات واعداد كل بتاع يجي يقدم الخطه يعتمدها فلوس ياخد الفلوس وياخد الحاجه ويبدا هو كانه وزير. ما بقاش الامور دي تيجي تقدر تعملها في ظل الظروف المناخيه الموجوده والتغيرات السياسيه الموجوده. ما بقاش ده فلوس عامه وكل واحد بدا يخاف لان الايام بتثبت ان يعني اي خطا ممكن تتحاكم عليه فيما بعد. فالظروف اتغيرت. جوزيه ما ينفعش في الفتره دي يا عم، افرض ينفع ومجلس اداره قال هو انت مجلس اداره ده هو احنا جايبينه من الشارع مش ده اللي فاز باكتساح يعني معنى ذلك في الانتخابات ثقه او اصوات الاعضاء الجمعيه العموميه. اذا انا فوضتك انك تعمل الموضوع ده ما تديني فرصه. مش كل حاجه تقول لي لا شمال لا يمين لا، يبقى انت دلوقتي حاطط او زي ما بتقول حاطط ايدك على بتشغلهم كأراجوز أراجوز او لا ما ينفعش. دول ناس محترمه الاعضاء ثقه الاعضاء فيهم اعضاء العاملين، لكن سيبك الجمهور، الجمهور لازم يعرف ان هو دوره من حقك انك تغضب، من حقك لكن في حدود لك. انت ما تقدرش تشيل مجلس اداره، انت ما تقدرش تروح تحرق النادي الاهلي لنعيبه وما يصحش وهتبقى وصمه عار. اللي بيحصل ده من الجماهير الغاضبه اتعدد الخطوط الحمراء زي ما احنا بنقول ما ينفعش. هقول لك على حاجه، الطريقه دي او الفتره اللي النادي الاهلي بيعيشها لو امتدت هي نفس فتره الزمالك المنهزم لو انت فاكر. داخل مجلس اداره الزمالك كان الناس بتجتمع، في خارج المجلس كان في الحديقه مجموعه قاعده وعارفين الاخبار بتسمع وتعرف وبتاع والدنيا كلها تشعلب. اللي ملوش مصلحه مع المجلس وما فيش سبوبه ولا حاجه تلاقيه بقى معارض والدنيا الاهلي داخل على كده. يعني معنى ذلك لو الاهلي او جمهور النادي الاهلي او كل المجموعه الاهلاويه المسؤوله اللي عينها على الانتخابات واللي سقطت في الانتخابات الفتره الجايه واللي عايز يترشح، اللي عايز يرشح نفسه رئيس واللي عايز يرشح عضو مجلس اداره واللي عايز يبقى مدرب واللي عايز لو المجموعه دي ما ايقنتش ان النادي الاهلي فيه خطوره وان هم التاريخ مش هيرحمهم والناس هتعرف. وانا فتره في ايام ثلاثه ده الاسماء بدات تبقى معروفه وهتتكشف، هؤلاء هم العار على النادي الاهلي وليس العكس. سامعين ان باسيرو خايف يجي ووصل له وبنته لا سيبك من بنته ما ده برضه البنت شايفه بقى قفلت الاكونت يعني زعلانين اللي هي قفلت الاكونت. تمام. لكن سامعين كده ان هو وصل له ان في انتقادات من الجماهير شديده، ف يعني سامعين كده ما فيش معلومه مؤكده ان هو خايف يجي مصر. نعم. الكلام ده صحيح هو هو لا هو ايه هو وصله لان الناس طبعا جوزيه هناك عامل له قلق كبير قوي. انا عرفت ان في اتصال حصل ما بين جوزيه طبعا وقعد يحكي له وبتاع واكيد هو بيقولها من وجهه نظره يعني بيقول له لان جوزيه اول مره يشوف مدرب عايز هيموت على هنا عايز يرجع ده هيموت. ما جالوش حاجه من الفتره اللي فاتت. ما هو انت طيب ده دليل على انه يعني مش انا النادي الاهلي لا بمنقذ حياه جوزيه يعني وانا اعيده للحياه ايا كان. يعني برضو بنأكد وبنقول الراجل حقق في توقيت معين حقق انجازات لا يمكن حد يقترب منها كويس، لكن قد يكون مش هو بتاع المرحله. وبعدين اديني حريه ان انا اشوف الافضل للنادي الاهلي. فهو لازم المدرب الجديد النادي الاهلي يكون كل الظروف دي بتوصل له وكل الامور دي بتوصل له. بعض الناس برضو طبعا الزملكاويه وانت منهم عامل قلق برضو النادي الاهلي عشان استقراره وبتاع مش كده لا حبيبي لا كويس. فده امور عاديه لازم يبقى الراجل حذر من الموضوع. لكن انا يعني اخر حاجه قبل ما اجي ان الامور ماشيه وان بدات الامور تبقى افضل شويه في النادي الاهلي. بدا محمود طاهر يتحرك شويه يشوف الناس ويسمع الناس ويبدا يعمل لوبي يقدر يتكلم يقدر طب انت عليك حته وعليك هنا وهنا وهنا. لكن في نفس في حته تحديد او نفس النقطه هيثم او كابتن عادل القيعي او عادل كابتن عادل القيعي او بتاع انا شايف ان هم ايه هو ايه عادل القيعي متحدث رسمي برضو حته عايز اقولها مش هيوفق ان هو متحدث رسمي صحفي مش هو هيوفق. ليه لان انا عارفه موهبه في حته
اللي هي بتاعت وعايز اقول لك لا ده في حاجه ثانيه اسف جدا كان زمان انا كنت مختلف مع كنت متفق مع حضرتك ونفس الكلام لا يمكن بس ما قدرتش اقولها لا لا خلينا واضحين طبعا مهندس عادل قيم تاريخ كبير بس ساعتها ما قلت يعني مهندس عادل قيم مدير تعاقدات وراجل كان قبل كده مسؤول في النادي الاهلي ومدير تعاقدات وصفقات وبعدين هيبقى متحدث رسمي لا هي حته متحدث رسمي ده عايز حد يا عم الصحافه دلوقتي مش زي زمان زي زمان كنت انت بتقدر تتحكم في الخمس لا هو المهندس عادل القيعي يعني لابق جدا ويقدر يحاورك ويقدر يعني يوصل المعلومه اللي هو عايزها بشكل معين ولكن مش ده دوره اكبر من كده هو وانا برضو جيت مفاجئت ان هو يعني كان مفاجاه بالنسبه لي ان هو مدير نادي القطامية الرياضي البترولي يعني راجل هناك عامل شغل جامد جدا يعني الاعضاء كانوا سايرين قبل ما يمسك هو مسك ما شاء الله عليه على الشغل العام فبيقولوا لي ده قلت له هو يبقى خسر النادي الاهلي دلوقتي فيه 100,000 مشكله صراع في كل حته الاعلاميه تحديدا مين هنا وحته بتمزق شمال ويمين ومش باين لها صاحب هيتوه وفعلا المباراه اللي وقالها ان انا مشيت او ان انا اعتذرت بناء على ان ما خدوش رايه في حاجات وهنا تهمش وحدوته كبيره جدا اللي عايز اقوله ايه الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا كل واحد ايه عايز يبقى يلبس ثوب البطوله اعلام طبعا جعان مساحات كبيره قوي وعايز اي حد يتكلم عايز اختراق اي فرصه عشان بالليل او بكره الصبح نقول شفت وشفت 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 ده شيء طبيعي وما يزعلش اي حد لكن في نفس الوقت انا ايه ماليش دعوه باي عوامل اخرى عايزه تصدر التوتر النادي الاهلي الا كابتن محمود طاهر ومجلس الاداره عليك شويه حاجات لازم تعملها لازم تبقى اكثر خبره في التعامل مع العوامل المحيطه حواليك انت رئيس نادي ده يعني ده النادي الاهلي او الزمالك دول يعني حاجه مؤسسه اشبه بدوله لها رئيس يعني دايما كانوا يشبهوا يقول لك ايه ده احنا في وزراء ما نعرفش اساميهم ولا شكلهم طبعا لكن رئيس النادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك خلينا منصفين يعني اهم من اي وزاره مثلا يعني النادي الاهلي في القرار بتاعه كان له تدرج طبيعي هو جه في توقيت معين وعايز يغير العمليه شويه لكن اعتقد ان هي يعني الدرس وصله ان في الايام اللي جايه هيبقى افضل وافضل وان شاء الله المباراه دي يبقى فيها نتائج كويسه مرات سوبر الاهلي لو خسر سوبر الدنيا تشعل اكتر هي لا هي دلوقتي اتعرفت اركان الموضوع في قائمه باسماء المدربين او الناس اللي بيقودوا حتى تفتح الجرنال تلاقي الصوت الغاضب بتعلم عليه كده بالقلم ده كان فين ورايح فين وعايز ايه يعني اللي ما اعرفش مين ده بيشتغل في مطبوعه مش عارف مين اللي هي كان ايه اللي كان مرشح نفسه ايه خلينا واضحين ده كذا لان ده طلب كذا وعايز يبقى كذا وبتاع ما فيش خلينا يعني بالمناسبه الكابتن شوبير انت قلت حاجه مهمه جدا هو لازم يبقى غضبان جدا ده راجل كان وزير انا ما قلتش لا 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 انت فكرتني دلوقتي ما لازم يبقى غضبان من حاجه طب سيبنا لو لازم يبقى غضبان ولا مش كان وزير اعلام المجموعه اللي هي سقطت يعني متحدث رسمي باسمهم وماشي و و ما هو لازم اوتوماتيك هيقول لي لا وانا محايل لا لا خالص ما انا لو انا مكانه كده وكنت يعني وكنت موجود ولقيت المجموعه بتاعتي سقطت اوتوماتيك لازم اصاب بطعنه واجي في توقيت كابتن شوقي كان بيساند المجموعه كان وزير الاعلام بتاعهم يعني كان واضحه وكان هو المروج ليهم استاذ ابراهيم معلم والقائمه الاخرى كان معروف يعني مش ولازم يزعل كذا كويس ويحاول بقدر الامكان او في اكثر مره اطراف ان هم يصفوا ما بينه وبين الكابتن محمود طاهر اعتقد ان المجموعه العمليه ما اثمرتش عن حاجه كابتن مجدي عبد الغني برضه لازم ناخد بالنا راجل اهلاوي وعنده حاجتين اتحاد الكوره عشان الانتخابات اللي جايه بطريقه او باخرى ورافعين قضيه بالمناسبه شكلهم هيسجنوه كويس لانه قال ان في واحد عضو مجلس اداره واخد قال معانا هنا قال طب ما دي مش اتهم احد اعضاء مجلس الاداره ان هو ادوله مهله 72 ساعه يا عم قول لنا وبتاع مستندات طلع طب ما هو برضه ما يعني في حدود للموضوع يا جماعه خلي بالكم هم كل الناس في الوسط الرياضي بيعتمد على انه الوسط الرياضي وسط منفلت ازاي انت تشتمني النهارده اجي وبتاع ونقعد نتكلم وبتاع لا في حدود للموضوعات رايحه فين وجايه منين ده وجهه نظر طيب بالنسبه للزمالك شايف ان الامور افضل في الزمالك الفتره الحاليه ويعني عمرنا ما شفنا الزمالك مستقر وهادي اكتر من كده شويه مناوشات بس من مستشار مرتضى ساعات خلينا نقول ايه بص وخلافات وانت عارف اسلوب الاستاذ مرتضى يعني بيحب يكون عايز يضغط على شخص بشكل او باخر يعني خلينا نقول برضو ايه اذا كان مرتضى منصور هو راس الزمالك لو كسب بنرفع له القبعه ونسقف له لو كان خسر كنا بـ يعني كل واحد بالسكينه بس هو الفتره فاتت عامل شغل جامد خلينا ندخل بقى في الموضوع عايزين نخش عشان برضه زي ما اتكلمنا على الاهلي خلينا نتكلم على الزمالك طب استنى انا بقى انا اهلاوي ولا بتاع وانت زملكاوي وانت شهادتك مجروحه لا خليك على الهوا انت عارفني على الهوا يعني تمام انت راجل محترم حساسين قوي وخايفين على ده وعلى ده لا وانت بالذات يعني تعملها ماسكها كده بالامانه ومحترمه جدا الله يخليك فمرتضى منصور هو اللاعب رقم واحد في انتصارات الزمالك ليه هو عمل مجموعه حاجات كانت هي المشاكل في نادي الزمالك مشكله نادي الزمالك في الايام اللي فاتت اللي بقول لك ايه زمالك الخسائر القرار يعني مشاكل الزمالك كلها صناعه زملكاويه مش اهلاويه وبتاع لا خالص
المجموعه برضو اللي هي مجموعه الجنينه و و هم اللي كانوا بيقودوا النادي وهم اللي كانوا بيسربوا هم وهم وهم. هو الراجل ايه ابن بلد وفاهم الدنيا كويس، جه راح ايه قطع ومطهر، قطع ومطهر، قطع ومطهر، عمل لفريق الكوره عمل له حضانه. صح. اي ايد تحاول تلعب كده من فضلك لا. حتى إيه؟ سواء كاعلام ك ايا ايا كان حتى من داخل مجلس اداره بطريقه او باخرى، وحتى صح. اعتقد يمكن عمل في مشاكل كبيره بين اعضاء مجلس اداره اللي حاول بعض الناس تتقرب ما تقربش، تعمل دور وما تعملش، هو قال لك لا ونجح. يعني خطته نجحت، دخل مع الجماهير في صدام شديد جدا ايا كان، بس نجح برضه ان هو يعمل ردع للمجموعات اللي هي منفلته من بين الجماهير. مش لكل الجماهير طبعا، ايه انا ضد ان هو الخلاف بينه وبين الجماهير، واتمنى في الايام اللي جايه ان هو يبدا يقرب منهم، لانه دول الفاكهه الحلوه في المباريات. فاذا مرتضى منصور لازم ايه، لازم كلنا نسقف له ولازم نبقى مبهورين بيه. هو عمل حاجه بقى تانية انا فاهمها، كان زمان نادي الزمالك بيتعرض لبعض المواقف الحمراء اللي هي بتحدد مصير، يعني تخليه تعرقل مصيرته. اعلام احمر حاجتين، لنصر الاهلي فلوس، انا بحط فلوس، انا ما شفتش يعني فلوس، انا ما شفت، لو شفتها هقول لك بالاسماء. يعني انت عارف الزمالكاوي يقول لك دايما وكاله الاهرام الاعلان كانت بتساعد النادي الاهلي اكتر، وكان كابتن حسن حمدي رئيس هنا ورئيس النادي الاهلي. طبعا خلينا ما حدش يقدر يقول، يعني لازم نكون واقعيين ونقول الكلام اللي الزمالكاويه كانوا بيقولوه. لا، وكان في مجموعه اكتر من 25 صحفي، وده دايما نقطه مهمه، ان انت كفلوس الاهلي كان معدي 3 اضعاف او 4 اضعاف ده في الرعايه، في الرعايه. ودلوقتي فلما الاهلي يخش في صفقه ضد الزمالك وعلى لعيب الاهلي دايما كان بيكسب. دلوقتي لا، ما هو دلوقتي في دلوقتي لا، الزمالك والاهلي ممكن يخشوا الاثنين، والاهلي ممكن يكسب والزمالك ممكن يكسب، الاثنين بقوا قوتين، والاهلي ممكن يخسر والزمالك يكسب. يعني ما ممكن هنا، ما انا بقول لك الاهلي بالظبط كويس، يعني الاهلي كسب في ايفونا، نعم، وفي احمد الشيخ، الزمالك كسب في كهربا، وكسب يعني في اكتر من في تعادل في القوه، التعادل ده وصل الملعب بقى هو الفيصل. يعني كان قبل كده قبل ما تلعب الاداريه هي اللي بتاثر، قبل ما تلعب صح. كان الاهلي متفوق خارج إداريا. الملعب خارج الملعب خارج الملعب، نعم. فلوس واعلام وكذا وكذا وكذا، ويدخل يكسب وبيخش يكسب بـ 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 نعم. بالقوه دي، نعم. لكن دلوقتي الامور متعادله، فالملعب هو اللي بيكسب، مش بره الملعب. طب خلينا نقول الكلام اللي انت قلته ده، فعشان كده بعد مرتضى منصور عمل ايه؟ اهتم بحته ينظف اللي بره الملعب، ينظف يخوف اي حكم، هو نجح في كده. طبعا يخوف اي حكم عايز يظلم الزمالك، وده حقه، ويخوف ما اعرفش اي صحفي عايز يهاجم الزمالك او بما لا يرضى الله، يعني يسبب عرقله للابيض، ماشي. ده كلها امور كويسه، فعايزين نقول ان مرتضى منصور نجح مع الزمالك في تحقيق انتصاراته. شيل مرتضى منصور طول عمر فريق الاحلام عندكم في الزمالك، هو فريق احلام واحلام ومرعب برضه، مركز الثاني ده اللي لازم فعشان كده ان اذا كان عمليه الانتصارات الابيض في الفتره دي مرتضى منصور هو كلمه السر. في المقابل ان هناك بعض الحاجات برضه، ما هو ساعات بيفقد اعصابه، وساعات بيعمل كذا، وساعات حاجات كتيره، يعني ما فيش الامور واضحه، لكن لازم نقول او نعترف ان الزمالك بيعيش افضل مرحله. الزمالك يعني والاول مره اعرف ان في زملكاويه كتير من الاهلي من كتر عمليه عدم الفوز وبتاع خلى الناس تحتقن، وحتى الزملكاويه يقول لك انا مش زملكاوي. لكن في الفتره اللي فاتت بدا ان في زمالك وبدا في اهلي وبدا في رواج. مين اللي كلمه السر؟ هو مرتضى منصور، خلينا منصفين. واتمنى ان هو ايه يلتزم بقى. يعني ما خلاص بقى انت ايه مهدت الطريق وضعت اسس جميله وواضحه لفريقك، وخليت المجموعات اللي هي ضدك كزمالك ان هي تبدا ترجع وتتراجع شويه. اذا انا عايز بقى ايه الجانب الانساني لمرتضى منصور ان هو يبدا يظهر وينعكس على التصرفات او التعاملات بينه وبين الاهلي او بينه وبين كل المجموعات. اتمنى ان انا اشوفه مره كده زي ما بنطلع يطلع يبقى ايه راجل يمثل نادي الزمالك، وهو بيمثل فعلا نادي الزمالك وبيمثل جماهير نادي الزمالك. راجل بقى خلاص وصل لمرحله ان هو في تشبع، ما بقاش في مشاكل، ما بقاش في اي حاجه في النفوس. ده ياثر على الماتش؟ لا، هو ايه يعني اثر على نتيجه الماتش، يخلي الزمالك سابق بخطوه بسبب الهدوء والاستقرار في الزمالك. هو عايز اقول لك على حاجه، لو تلاحظ في اي فتره هدوء من مرتضى منصور الزمالك بيتضر. يعني هو قاعد بقاله يومين ثلاثه ما شفتش مشكله. حتى وهو دلوقتي بيرد على محمود طارق ايه، قعدت اقرا ده قوي، لقيته ايه خفيف ما هو خلاص بقى الدنيا ده يزعلني.
لان هو ما بقاش حد قادر يشتبك، هو مش عمال يدور على اي حد يشتبك معاه، ما فيش، عايز يدور على واحد شتم الزمالك وبتاع مش لاقي. اذا هو بقى دلوقتي ماسك في ابله فاهيتا الفتره اللي فاتت ده، ما هو ده لسه ده عملوا له عروسه مخصوص عشان هيتكلم فاهيتا والناس تقول مرتضى منصور بيشتم فاهيتا. لا هو عايزين بس فاهيتا عدلت الفتره اللي فاتت، شتمت الاهلي شويه او قطعت في الاهلي شويه طبعا. طيب عايز اروح انا معايا اسلام صادق وفريق الاعداد جابوا لي من صحيفة الديلي ميل البريطانية، طلعت النهاردة وثيقة بتقول ان من داخل الفيفا بتثبت تورط جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي، وقالت ان يعني ما طلعتش الوثيقة بس قالت انا معايا وثيقة لو الوثيقة دي اتنشرت هيخش السجن حالا جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني. يعني لو تجيبوا لي يا جماعة الديلي ميل على الديلي ميل على الشاشة، وبيقول لك كمان ان هتخليهم لو الوثيقة دي اتنشرت هتوقفهم مدى الحياة عن ممارسة النشاط الرياضي تمام. فضلا عن تعرضهما لعقوبة مشددة بالسجن ولسنوات طويلة. طيب. بس يعني طيب. قالت انا معايا الوثيقة دي بس او المستند ده بس طيب. يعني لو نشرتها هيحصل كده. كريم انا عايز ايه، ما هناك برضو في الفيفا ده زي الاتحاد المصري لكرة القدم زي المنظومة عندنا. انا بقالي كام سنه بنتابع وبنشوف العمليه، ما هي معروفه الرشاوي ومعروفه ومجموعه الاعلانات اللي داخله معروفه، يعني كره اكملناها شهره، مفيش قواعد بتنظم الموضوع، مفيش اجهزه رقابه ماليه، لان كره يعني انت شايف المنتخب بتاعنا فاز مثلا ببطوله بتاع بتلاقي طيب استاذ كمال واحنا بنتكلم كده هدخل مشاهديني يعني يسالوك اسئله وهنكمل في موضوع الاتحاد المصري. معايا استاذ ابراهيم من دمياط. استاذ ابراهيم ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ تمام والله الحمد لله. ازيك يا كابتن كريم؟ واخبار دمياط ايه؟ والله الحمد لله تمام، انا من اشج المعجبين بحضرتك والله. الله يخليك يا باشا حبيبي، الله يخليك. انت مين اللي معايا حضرتك؟ معايا الاستاذ كمال عامر مدير تحرير روزا اليوسف الناقد الرياضي الكبير. الله يخليك. ازيك يا استاذ كمال؟ اهلا بيك، مساء الفل. دمياط والمشبك وبتاع، قول يلا. نعم اكيد اللي انت لسه فين بقولك يا استاذنا. نعم تمام. طيب قول لي انا زملكاوي. اهلا وسهلا. انا زملكاوي صميم كمان يعني. قول لي عايز تقول ايه وعايز اعرف توقعاتك في السوبر، مين اللي يكسب الزمالك ولا الاهلي؟ اكيد طبعا انا متوقع ان الزمالك يكسب ان شاء الله بنتيجه كبيره طبعا، ولو يكون 3-0. وفي نفس الوقت برضه مش عايز اكون قاسي على النادي الاهلي خصوصا هو في ظروف صعبه اليومين دول. يا سلام، شوف بقى شوف بس كمان انسانيه، ما دي ثقه الانتصار. عارف الاهلي لما الزمالك بيكون واقع بيدوس عليه، لكن الزمالكاوي يقول لك مش عايزين يدوس على الاهلي جامد، بطولتين واخد لسه بطولتين. بس انت واثق قوي يا ابراهيم، يعني واثق قوي كده في الزمالك؟ اكيد طبعا يا مصطفى، سوري، عشان انا عندي نجوم. مصطفى ولا ابراهيم؟ عندي نجوم في جميع المراكز في الفريق بتاعي. وبعدين النجوم ديت بتنزل وفي امل قدامهم، من الامل بتاعهم ان هم يبسطوا الجماهير كلها، خصوصا ان هم ما عندهمش جمهور وما عندهم شعب. طيب يعني عندهم انا سمعت الاستاذ بيتكلم مع حضرتك بيقول لك ايه، لقينا جمهور زملكاوي. لا هو طول عمره جمهور الزمالك موجود طبعا، بس طبعا ما بحبش، كان ما كانش بيحب يظهر على الشاشه كتير عشان خصوصا الفريق كان ما بيكسبش، ما كانش بيفوز وكده. نعم بالظبط. طيب ليك سؤال للاستاذ كمال، عايز تسال حاجه في الرياضه في الكوره عن الفتره الحاليه؟ انا بصراحه انا بشكر الاستاذ كمال عشان هو راجل فاهم، وانا اشكره بس عشان هو راجل فاهم وبيتكلم كلمه حق، ده اللي يهمني في الموضوع. تمام بشكرك، شكرا جزيلا يا ابراهيم من دمياط. شفت انت ما خدتش بالك ملحوظ في حاجه يا اسلام؟ الوثيقه هي كاستاذ كمال. نعم ديلي ميل البريطانيه بتقول ان معاها تمتلك وثيقه تسربت من داخل الفيفا تورط جوزيف بلاتر رئيس المستقيل وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي، وقالت ان الوثيقه دي لو اتنشرت هتؤدي الى ايقاف السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني مدى الحياه عن ممارسه النشاط الرياضي او الحياه الرياضيه يعني كمسؤولين في الاتحادات، فضلا عن تعرضهم لعقوبه مشدده بالسجن ولسنوات طويله. هو يعني انا بنرجع نقول الفساد. انا عايز اسالك كصحافه بقى. نعم قول. لما انا يكون عندي وثيقه وبقول لو نشرتها ده معناه ايه؟ دي خطه. بص اقول لك حاجه، امريكا انت لو تلاحظ امريكا هي اللي عامله الشغل ده كله. ما هو هي دي ممارسات من دلوقتي. بقى عايز اقول لك على سر، في 2010 احنا كنا متقدمين كويس، مجموعه من المصريين اللي هم كانوا بيروجوا الملف جم للدكتور علي الدين هلال وزير الشباب وقتها وهو موجود. قال له ده احنا عايزين 8 مليون جنيه عشان رشاوي.
الوزير جه عرض رفع الموضوع للمخابرات. المخابرات قالت له لا مش هندفع. ده الناس موجوده، الناس موجوده باسماء، هتقول لي اسماء ومين؟ شوف التذاكر الطيران اللي كانوا بيسافروا، شوف عمليه الترويج مين واضحه. السؤال لك احنا حد توقف للموضوع ده وقفنا عنده؟ لا. كلمه الفساد لما تيجي حتى في اتحاد مصر كره القدم طول بتعدي طول سنوات طول سنوات ما في مشاكل في كل حته، وفي بيزنس في كل حته، وفي راحه هنا وفي قرشين، الامور واضحه. لكن مش معنى دلوقتي في الاتحاد الدولي. طب ما انت احنا عارفين عشان قصه امريكا وتنظيم روسيا وقطر لكاس العالم وانجلترا عملية سياسية. عمليه سياسيه وحتى برضو في حته يعني الفساد موجود موجود والناس عارفه. طبعا كل بس في توقيت معين يا عم. هنا في مصر كمان كل واحد له ملف، هات بس ملف مش عارف مين وهات ملف مين في التوقيتات. كل دي عمليه. طب وليه ما متحركش في مصر؟ ما هو لو قدام كل واحد ليه ملف وعنده فساده هتلاقي 90 مليون دخلوا السجون كلهم ورجعوا. مش يعني اقصد ايه، كل في عمليه السيطره في العالم كله انت بتراقب الناس، التصرفات دي هي وليده الساعه. لا، وبعدين هو بلاتر او بلاتيني ما بياخدوا ملايين الجنيهات رشاوي بتاع، هم بياخدوهم من كريم وكمال عامر كده في السر. ما في ناس عارفه وناس شايفه وناس دوائر وشيكات راحه جايه. مش معنى دلوقتي التوقيت ده انتهى العالم كله، مش العالم، امريكا اللي هي رئيس مجلس اداره العالم بتقول لبلاتر حته الكره ديت هي كانت سايباها. لا ده انا عايزها، تعالى بقى عايزها لسبب. فلسطين عملت مشكله لاسرائيل في الكونجرس اللي فات وخلت الاتحاد الدولي يعمل لجنه لمراقبه التصرفات الاسرائيليه تجاه اذا انت بدات العمليه، يعني العمليه تفك منك. ده ماتش كره بيعمل لك قلبان اكتر من قرار لاوباما بغزو العراق. وبعدين هقول لك على حاجه، مباراه غزو العراق لو احنا في العمليه السياسيه لو انت فاكرها اللي امريكا قالتها عنده طلع ما عندوش مين اللي كذبها؟ المخابرات الامريكيه. اذا انا دلوقتي قدام مجموعه لها مصالح ان هي تهدم الكلام ده، اهدمه. عندك مباراه، عندك وثيقه، مش معنى الوثيقه ليه مش عايزه ما تطلعها يعني ما تطلعش، بس اللي تعلن ان هي عندها وثيقه ده ليه مغزى او ليه معنى؟ يعني هو عايز يقول هو كلها دي ضغط عشان يمشي. بالعكس الراجل ده قوي جدا، كل انت شفت حاجه تروح ضاربها كده تروح طالع لك. هو بلاتر ده ياما انا بقالي كام سنه يموتوه ويطلع يموتوه ويطلع يموتوه، هم شكلهم مش عارفين يخلصوا عليه، هم بيهددوه نفسيا. يا جماعه انتوا الاثنين تمشوا، هتمشوا ولا لا؟ هنطلع الوثيقه. طب ما تطلعها وتخلص عليهم والعالم كله يعني يرتاح منهم زي ما انتوا بتقول. لكن انا عاده كصحفي ما بتعاملش مع الامور ديت ان بلاتر حرامي اما انا كنت فين؟ انا كنت فين قبل كده كصحفي واعلامي؟ انا ما عنديش دماغ خالص. لا، امور عاديه. وبعدين انا بنزعج جدا من احنا في زفه معينه، واحد في اتحاد الكره او خلافه وعنده مشكله او في اي حته، ده الحق ده حرام. لا 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 خالص، ده وزير سابق او حالي وبتاع الحق. لا لا خالص، وزير الزراعه ما اتقبض عليه بقول له حتى انا انزعجت ليه مالكم؟ طب ما بالراحه كان ممكن تتعامل بظروف اكتر من كده، وممكن في الايام اللي جايه بعد كده حياتي يطلع براءه ونقول لك شايفين احنا وقعنا في الخطا، بلاتر زي ده عايزين شويه. طيب هناخد محمد من الاقصر. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا استاذ كريم. معلش انا اسف يعني اخرتك شويه، بس كنا لا بنسمع راي الاستاذ كمال. بحاول بحضرتك من زمان، نفسي اكلم حضرتك. اهلا وسهلا، واحييك على برنامجك الجميل. الله يخليك يا استاذ محمد، شكرا. وتحياتي لضيفك الكريم. الله يخليك، اتفضل. شهاده التقدير للاستاذ مرتضى منصور. انا راجل زملكاوي من كبير، مشجع الزمالك في الاقصر. تمام. شهاده تقدير واعتزاز. راجل ده شخصيه محترمه، شخصيه محترمه، مصري محترم. هو انقذ نادي الزمالك، تحيه تقدير واعتزاز. وعامه الاستاذ مرتضى منصور مش في الرياضه. مش في الرياضه. في اي شيء عام في مصر. وكنت اتمنى اول امبارح كان بيكلم الاخ. تليفون قاطع. طيب يعني الاتصال موجود يا جماعه ولا لسه؟ طيب ماشي، التليفون هو من حقه. من حقه طبعا. هو سعيد كزملكاوي. طبعا هو في حاله من الرواج، حاله معانا. طيب معانا استاذ محمد، معلش كان في خطا كده في التليفون. يا استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد اتفضل. يا استاذ محمد الاقصر مش سامعني، فصل بقى. طيب من حقه مرتضى منصور لازم يعني انا اختلف معاه ونشتم وبتاع ونتكلم بس لازم يعني انت قدام ظاهره اللي ينكرها يبقى راجل حاقد. خلينا منصفين. واللي محاول التشويه مرتضى منصور في التوقيت ده بطريقه او باخرى لا في حدود. وعايز اقول لك حاجه، ده قلبه ابيض وطيب مش يعني طيبه، سيبك من شويه ماشي، لكن لازم برضو محمد الاقصر زملكاوي لازم نعترف ونعيد الفضل. طيب فاصل سريع يا استاذ كمال، وهرجع مع حضرتك تاني واسالك بقى عن اتحاد الكوره وموقف الاخير، واعرف برضو رايك كرويا. عارف انت اهلاوي جامد، كرويا في فوز مصر على زامبيا 3-0 وفوز المنتخب الاولمبي على 3-1، توقعاتك للمشوارهم في الفتره الجايه هيكون عامل ازاي؟ وهسالك برضو عن المشكله اللي حصلت في الامارات وطريقه اداره اتحاد الكوره للازمه اللي كانت موجوده والغاء مباراه السنغال المنتخب الاولمبي السنغالي. بعد الفاصل نكمل مع الاستاذ كمال عامر مدير تحرير روزا اليوسف.
نرجع تاني مع الاستاذ كمال عامر، طبعا مدير تحرير روزا اليوسف اللي مشرفنا النهارده ونورنا في كوره كل يوم، وبناخد رايه في الاحداث الرياضيه. اتكلمنا على الاهلي، اتكلمنا على الزمالك، هنتكلم شويه عن منتخب مصر الاول والاولمبي والازمه الاخيره بالنسبه للمنتخب الاول. عايزين نتخطاها ونعديها، ولكن برضو نعرف رايه. يعني احنا اتكلمنا فيها كتير وشرحنا القصه، ونتمنى ان اتحاد الكوره ما يقعش في الاخطاء دي. وقلنا الكلام ده على فكره استاذ كمال من فتره، لازم اتحاد الكوره يبقى عنده اداره تسويق ومدير تسويق يقدر يتعامل مع الشركات الاجنبيه والوكالات والشركات اللي هي تسويق الماتشات والحاجات دي. النقطه دي نقطه ضعف داخل اتحاد الكوره، دايما بنواجه المشكله في الماتشات الوديه والاتفاقات والحاجات دي. طب قبل ما ندخل، بس في دلوقتي انا شفت على الموبايل في كتاب الكترونيه الحمراء والبيضاء النادي على النادي الاهلي، قاعده على الفيسبوك وتويتر وبتاع، والنادي الزمالك. في ابو كريم المنزلاوي ده احد اهم الكتاب الالكترونيه الاهلاويه الحمراء، قاعد في السعوديه، بيقول لي الحل في جوزيه، عوده جوزيه. طبعا عوده جوزيه، وغاضب جدا من محمود طاهر ومجلس اداره اتحاد النادي الاهلي الحالي. بس انا بقول له مش الامور ما تمشي كده، انت كنت برضه يا ابو كريم كنت مع استمرار فتح مبروك، وفي نفس الوقت اتقلبت على فتح مبروك. الناس كلها نفس المجموعات الغاضبه ضد محمود طاهر اللي هي بتحمله المسؤوليه عشان منح فتح مبروك للاستمرار، هي نفسها اللي كانت بتطالب بفتح مبروك ان هو يستمر. اذا احنا دلوقتي بايه الموقف ده بيقول لنا في حدود للغضب، لكن الاهلي هو الابقى. عندي محمد نمر من الصعيد قاعد بيقول لي انا مع استقرار النادي الاهلي. غاضب جدا وزعلان جدا من نتيجه المباريات وضياع البطولات و و و، لكن في حدود حمراء لازم ما نتخطاهاش، وبيطالب الجماهير الاهلاويه بالهدوء، ان هم بالهدوء ويشجعوا فرقتهم. شجع فرقتك، خليها تبقى متحمسه، خليها تحقق نتائج. كريم مانشستر اللي هو بيشكل حاله مهمة جدا على الفيسبوك من الكتاب الحمراء برضو، رأيه حاجتين. اللعيبة، هو بيقول لك الخطأ احنا برضو نسينا اللعيبة، يعني قلنا مدرب ايه ده، اللعيبة كبار جدا. لعيب ما يكون عارف بينزل الملعب وانت عارف، وانت كنت لعيب، ما يكون لك مهمات جوه الملعب، مهمات قتالية ولعب، عارف المدرب مهما كان بيقول لك على حته من بره روحك انت كلاعب وقتالك جوه الملعب، او ممكن جوه الملعب ما التقيتش بتاعته بتفيده، وكثيرا من اللاعبين ما بيلتزموش، معروف الموضوع. فبيقول لك اللعيبه فين، لازم نقول في حاله ان في مشكله الكل مساهم، عشان كده لازم نتعامل برحمه وباحترام مع كل المجموعات. في تومي فان الزملكاوي، راجل محترم جدا، ده على الفيسبوك عندك ولا ايه؟ يعني فعلا انا بستفاد منه طبعا. هو صادق لعيب واحد، حتى اعضاء مجلس اداره النادي الزمالك بيتصلوا بيه لانه له راي. يعني في زملك، في ناقد زملكاوي في صدى البلد معروف، عفيفي هو ده، عفيفي ماسك الزمالك بيقطع، ده هو اللي حكى لي. انا ما شفتش العفيفي، ما شفتش ده، تومي فان او الصادق هو اللي بيحكي لي. كلم عفيفي وعمل مداخلتين، خلى عفيفي يغير ايه، انت زملكاوي؟ اه زملكاوي، وعمال تقول زملكاوي، لكن انت اكثر الناس ضررا للزمالك. طبعا انا بس هي خلي بالك يا استاذ كمان، يعني على الهوا انت عارف. يعني انا ممكن اقول خبر يضر الزمالك، بس انا كاعلامي هقوله. هو في فرق. طب لما تكون انت اعلامي، انت كريم تحديدا، مش عشان انا زملكاوي فهخبي ولا لا، انت تجربتك بتقول كده. وانا بحاول اعمل كده، يعني انا حتى لو حاجه كده انا بحاول ايه، لان انا شايف انتصارات الزمالك ما اقدرش الغيها. شايف الزمالك يبقى افضل، ما اقدرش اقول انا برضه انت عارف. انا اقول لك حاجه، اول سنه ليا في الاعلام. انا بقالي من 2008، يعني دلوقتي 7 سنين وشويه، اول سنه الزمالك ياخد دوري بالنسبه لي وانا في الاعلام، فحاجه جديده عليا. لكن انا قبل كده دايما كنت بشيد بالنادي الاهلي، ويمكن الزمالكاويه يزعلوا، انت عامل، اقول لهم الاهلي بياخد دوري، الاهلي كويس، الاهلي مستقر، طب انا هقول ايه؟ ما لازم اقول كده. كريم انت عارف انك لازم تغير حتى المصطلحات اللي انت بتتعامل معاها الزمالك والاهلي بعد ما الزمالك فاز بالدوري. لازم ما بقاش اللي انت كنت بتقوله قبل كده، لازم عمليه الفرحه والانتصار الكبير الابيض ده بيخلي الامور لازم تغيرها، لازم دماغك يتغير عشان تتوائم فيها. فانا عايز اقول بس تومي فان ده تحديدا الزمالكاوي ده دماغ عاليه، يعني دماغ حته دماغ عاليه ايه ده، دماغ عاليه وعاليه وعاليه. واحد بيفيد فرقته، وممكن يكسر لك الاهلي في حتت فنيه معروفه. يعني فاهم، ممكن يلاقي مش عارف اخر حاجه ماسك شوبير مثلا ايه، شوبير كان شوف بقى ماسك ايه المشهد، شوبير بيقول لحارس مرمى نادي الزمالك عايز يحترف بره شنو، فشوبير اشاد بطريقه معينه، هو راح قال لك اسف جدا، شوبير بيعمل كده عشان كذا 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 مثلا يعني. فهو ايه، انا كل الاحترام واخد باله يعني. كل الاحترام والتقدير. طيب انا معايا بيشوي من سوهاج، ازيك يا بيشوي؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب؟ انا اول مره اعمل مكالمه والله. اهلا وسهلا بشوي، منورنا والله. انت منورنا كابتن كريم، الله يخليك. توقعاتك ايه للزمالك والاهلي في السوبر؟ انا اتوقع ان متعادل وفوز الاهلي بضربات الترجيح، يعني مباراه تعادل وضربات ترجيح الاهلي اكس. هي هتكون 2-2. النتيجه كام؟ 2-2 بيقول. 2-2. طب مين يا باشا، مين اللي جاب الجونين؟
اكيد عارف الباقي بقى، قول لنا القصه. ان شاء الله حسام غالي وصالح جمعه. وصالح جمعه شوف. طيب تتمنى ايه بالنسبه للنادي الاهلي كتشكيل او كاداره فنيه الكابتن زيزو؟ يعني متوقع مين اللي يبدا المباراه ومين اللي يلعب في النادي الاهلي؟ ان شاء الله هيكون شريف اكرامي واحمد حجازي ورامي ومحمد ربيعه، وهيكون احمد فتحي صبري رحيل، صالح جمعه، حسام عاشور، حسام غالي، عبد الله السعيد، جونان ضوي، ملك ايفون. ايفون ده تشكيل بشوي من سؤال يعني قريب، يعني قريب في 80-90%. ماشي، تحب تقول حاجه بشوي تاني على الاهلي او على المباراه؟ هو قرار المهندس محمود طاهر خاطئ خالص. انت تتفضل مانويل جوزيه يعني؟ تمام. ليه يعني ليه يا بشوي؟ ليه ايه السبب؟ هو يعني المدرب ما عندوش شخصيه والاهلي عايز مدرب عنده شخصيه. طيب حتى بشوي انا عايز اسالك بقى حاجه، انت راضي على ان الجماهير النادي الاهلي او انت تشارك انك تروح تكسر النادي الاهلي وتروح تعمل ثوره وغضب، انت بتشارك على المظهر ده من مظهر التعبير على غضبك؟ بشوي هو بيسمع في التلفزيون. بشوي سامعني؟ طيب ما سمعش السؤال الاخير. هو قالها وهي حته جزئيه زي ما احنا بنقول لشريحه معينه من الجماهير، عامل لهم حاله، ما فيش مشكله، لكن برضو المجموعه ديت تحس لازم تعرف ان هي حجمها صغير، في ناس حجم يعني الاعداد صغيره، لان في ناس ثانيه لها راي، وما بين الرايين في حاجه اسمها مجلس اداره. بالظبط، يعني انا قلت الكلام ده امبارح، قلت ان مجلس اداره هو اللي خد ثقه واصوات وانتخابات اعضاء مجلس اعضاء الجمعيه العموميه باكتساح، وبالتالي هو حر الحركه. لما يفشل او لما يكون مش على قد المسؤوليه دي حاجه تانية، ولكن لازم ما ينفعش، انا ما بحبش الضغوط الجماهيريه في اتخاذ القرارات، يعني مش الجماهيريه اللي هتتحكم. ما هو والاهلي مش كوره او الزمالك مش كوره يا جماعه، في حاجه اسمها اعضاء وفي حاجه وفي بس الكوره الاهم دايما. ما قلناش لا، هي يعني عنوان. الكوره لما بتكسب يبقى النادي الاهلي في السماء، لما الكوره بتخسر بيبقى في مشاكل. ما هو كابتن حسن حمدي قبل ما يمشي قال لك هي الكوره هي العنوان بالظبط. يعني منتخب بقى، ايه رايك منتخب مصر الاول وتجربته مع زامبيا والمشاكل اللي قبل المباراه؟ هي التجربه يعني دلوقتي احنا بقينا في شو ان المنتخب بيلعب مباريات، لان في الفتره اللي فاتت كان هناك صعوبات كبيره قوي في تنظيم لقاء ودي، يستطيع المدرب ان هو يحكم من خلاله على مين يلعب ومين ما يلعبش، يعمل ما يسمى بالانسجام، وبيعتمد على الاهلي والزمالك لانهم في افريقيا شغالين وهنا شغالين وشغالين، فبياخد العناصر الجاهزه منه، لكن في الانسجام هو فكره، فكنا محتاجين الموضوع ده. في اكثر من مشكله حصلت في تحديد مباريات، يمكن في كوريا واليابان وفي كذا فريق او كذا منتخب كان مقترح ان هو يلعب مباريات وديه. كان في استراليا بالظبط واتلغت، وبعدين عملنا زامبيا وقبلها السنغال، بس ما كناش عارفين موضوع المنتخب الاولمبي السنغالي غير قبل ماتش بثلاث ايام، لما الصحافه والمواقع في السنغال اعلنت ان المنتخب ده تحت 23 سنه هو اللي هيلعب امام منتخب مصر. بنتكلم عن مباراه الازمه اللي موجوده هناك. هو خلينا منصفين، يعني انا قبل ما اجي شويه اتصالات، هو الاتحاد المصري جت شركه وقالت يا جماعه احنا عايزين نعمل مباراه، يعني مباراتين وخلاص، مضوا العقد سويلم، مضى العقد، فبعض الناس انزعجت ازاي سويلم يمضي العقد وازاي وازاي، كل جرت العاده ان الرئيس التنفيذي صلاح حسني وقبل كده اشرف صالح، كل دول هم اللي ماضيين على معظم انور صالح اسف على الاوراق ديت، فاذا عمليه امور عاديه. في برضو البعض الناس غاضب ان في الغرامه اللي هو 100,000 دولار لازم تدفع ولازم الشركه مش معتمده، فهيبقى في مشكله بالظبط. طبعا ده، وبعض الناس قالوا لازم كان المفروض في ضمانات تتاخد، خطاب ضمان او خلافه، وكل الامور دي عادي. بس انا افكرك بحاجه، مره كان المنتخب المصري رايح يلعب معسكر، تحديد مباراة في خلال معسكر مع منتخب رومانيا. انا فاكر وكنت موجود. ده تعاد مين؟ كان في شوقي غريب كان موجود. يعني مش ده المنتخب الاول؟ منتخب الاول. طبعا راحوا ايام كابتن حسن شحاته؟ لا لا ما كانش موجود. لا ما كانش، ده فترة كبيرة. اللي حصل هناك ان ماشي، ما الفرقة ما كانتش موجودة واتلعبت الموضوعات. كان ايام راوتر اعتقد. هو راوتر صح؟ هو راوتر تقريبا. اتلعبت وبتاع، وحتى انا متاكد وشوقي غريب موجود، راحوا اشتروا لبس، كانوا واخدين لبس معاهم في الشنطه، راحوا ملبسين الفريق، مشيت الموضوع وعرفنا ايه اللي حصل. اثنين، كان من الممكن اتحاد مصر لكره القدم ان هو يلعب الماتش. لو لعب الماتش مين اللي كان اكثر ناس، اكثر واحد كان هو اللي منزعج، وهو ده اللي فجر، هو بس كوبر. واحنا برضه ما ينفعش منتخب مصر بحجمه
ان هو يلعب مع منتخب الاولمبي السنغالي ومنتخب السنغال اول راح يلعب مع الجزائر يعني بس ايه دي برضه تقليل من انا معاك بس خلينا سمعه مصر ككوره يعني اللي عايز اقوله ان الاتحاد اللي هو رفض يعني قرار الاتحاد بعد الاعلام ضغط او خلافه رفض اثنين البعض قال لك ان في ناس هتستقيل وناس كذا ورئيس والوزير راح قال الحكايه دي ما فيش دي بالونه 90% يعني. مما نشر حوالين هذا الموضوع كذب وليس صحيح اثنين البعض قال لسه دلوقتي وانا داخل ولسه قاري ان الوزير هيبلغ الفيفا لجنه الانضباط ولا لجنه ما اعرفش حد لجنه القيم بتشوف حاجات ماليه او حاجه كده امور كلها عايزين بقى الصحافه طيب نرتاح شويه لان الموضوع ايه الموضوع بسيط في خطا بس لازم نعرف الخطا حصل هيتعرف معايا مدام صباح من الجيزه مدام صباح ازاي حضرتك الو ازيك يا مدام صباح ازاي حضرتك معلش انا اسف برضو سبتك شويه على الهواء لغايه ما استاذ كمال يخلص كلامه معلش انا اسف مع حضرتك مدام صباح من الجيزه اهلا وسهلا اتفضلي اهلا بيك انا زملكاويه بقالي 43 سنه وبعشق الزمالك جدا بس بحذر لعيبه الزمالك من الهدوء اللي هم فيه والشوشره اللي حاصله على النادي الاهلي لان دي بتبقى ضغط على لعيبه الزمالك وبيخسروا لما بيبقى فيه شوشره عند الاهلي. صح كلامك صح دايما الاهلي لما بيكون اتمنى من لعيبه الزمالك تبقى حذره جدا لان لعيبه الاهلي اكيد عندهم دافع قوي ان هم يكسبوا الزمالك المره دي. كلامك مظبوط وفي امثله كتير على المواقف دي قبل كده. انا فاكر أيوة سنه 83 او 84 ما كانش لينا لازمه في الملعب وما كانش في حد بيلعب في الملعب من لعيبه الزمالك خالص كان في شوشره قبليها على الاستاد هنلعب فين ومش هنلعب فين والكلام ده كله ولعيبه الزمالك انتبهت للكلام ده وخسرت 2-0 ايوه تليفون قطع عندنا مشكله في التليفون مش عارف التليفونات بتقطع ليه بس شكلها فاهمه لا كلمه محترمه وعندها خبره يعني. بس انا عايز اقول لها حاجه دي صناعه ظروف يعني مش الاهلي هو اللي متعمد ان يعمل كده عشان يصدر الموضوع ومرتضى منصور فاهم الموضوع كويس قوي فعشان كده بيحوط على العمليه عارف الشرب مرتضى بيعمل ايه ساعات ساعات بيفتعل مشكله عشان يضغط على او يحفز المدرب واللعيبه يعني ساعات يقول لك فيريرا ومش عارف ايه فيريرا وبيهرج وعامل شيوه دي بتبقى نوع من انواع انا اتكلمت معاه بيني وبينه كده قال لي ما لازم عشان الدنيا والناس تركز ومش عارف بتبقى نوع من انواع التحفيز وتخلي المدرب مركز قوي 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 عشان الضغط عليه ان هو يركز واللعيبه كمان وحاجه تانية كمان خلي بالك معلش دون قطع كلام حضرتك الزمالك الفتره اللي فاتت يا استاذ كمال اللعيبه انا كنت قبل كده كان في حاله تسيب مع احترامي اللعيبه كلها ناس محترمه بس كان جوه الفرقه في حاله تسيب وكان الاعلام متغلغل جوه الفريق تمام اللعيبه عامله اعتبار المستشار مرتضى منصور تحس ان كله ملتزم تمام محدش يعني يمكن حاجات فرديه بتحصل وده طبيعي في اي فرقه لكن غير زمان خالص وانا انت عارف انا جوه نادي الزمالك وعارف الاوضاع كانت ماشيه ازاي اللي انت قلته ده مظبوط مرتضى منصور بيعمل حاجه كمان مهمه انك انت لما بيجي مشكله ايا كان مشكله وقايم بيها و بيوجه انظار كلها للمشكله لان كلنا بنهتم بالمشكله فبنترك اذا كان عايز حد في خطط ثانيه او في حاجه بتنساها وده كلام مهم جدا معايا صبر من نجا حمادي وانا سعيد جدا ان سوهاج بيكلمونا ودمياط ونجا حمادي كل محافظات مصر الجميله يا استاذ صابر ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك لينا كابتن كريم الله يخليك يا استاذ صابر واخبار نجا حمادي ايه؟ تمام الحمد لله زي العسل عايزين تستهموا بفريق الالومنيوم من عندنا شركه الالومنيوم والله يعني بنتكلم عليهم في الممتاز به عارف ايه اللي بيحصل بنتكلم عليهم في الممتاز به ان شاء الله يا كابتن كريم اهلاوي بالنسبه للاقتراح بتاع التيشيرتات يا كابتن كريم تيشيرتات ايه؟ يعني يا ريت لعيبه الاهلي والزمالك يلعبوا لنا بتيشيرتات المنتخب الاحمر والابيض. منتخب مصر يعني؟ بالتيشيرتات يعني سيبنا من الاهلي والزمالك ونلعب بتيشيرتات المنتخب المصري يعني رايحين بلد غريبه باسم مصر. يعني الموضوع ده صعب شويه يعني لكن فكره يعني بس يعني. مش في المباراه دي يعني. رسميه مش وديه. بالظبط دي مباراه رسميه وسوبر وكده كل واحد بيلعب بشعاره وباللوجو ان دي مباراه نادي. وكده كده خلي بالك لعيبه الاهلي والزمالك كانوا في المنتخب ولبسوا احمر ولبسوا ابيض يعني بالضبط. عادي جدا قول انت يعني تتوقع مين يكسب في السوبر يا استاذ صابر والله انا بتمنى للنادي الاهلي بس يا ريت يقفلوا لنا نص الملعب وبعد كده سيبها على ربنا نص الملعب ازاي بقى انت عايز كابتن زيزو يقفل نص الملعب ازاي يقفل نص الملعب لان لعيبه يعني الزمالك مستواه في ارتفاع وخصوصا في نص الملعب كهربا ايمن حسني
عندك مصطفى فتحي، يعني اللعبه دي سريعه، عايزين ندخل نص الملعب. تقفله ازاي يعني؟ يعني لو انت مكان كم نرجع لايام جوزيه، نرجع لبرج الجوزيه. لو انت مكان مصطفى، لو انت مكان كابتن زيزو يعني تلعب بمين في الدفاع الاهلي وفي نص ملعب النادي الاهلي؟ يعني نص الملعب يبقى حسام عاشور، ويبقى محمد نجيب ورا مع احمد حجاز، ويبقى ربيعه في نص الملعب مع لاعب رامي ربيعه، يعني هاف ديفندر في نص الملعب مع حسام عاشور، وبعد كده يبقى قدامهم صالح جمعه، حسام غالي، اي حد من لعبه نص الملعب اللي هي المهري اللي هي توصل للاثنين المهاجمين او المهاجم الواحد. لو طيب متوقع نتيجه الماتش كام كام؟ والله انا اتمناها للاهلي، بس لو نتمنى نفرح جماهير مصر هناك في دوله الامارات. ما في جماهير هتفرح وجماهير هتزعل، ده طبيعي، لازم حد هيكسب وحد هيخسر، يعني ده طبيعي في الكوره. اكيد طبعا الكوره مكسب وخساره، نتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي، بس ده يا كابتن كريم مباريات السوبر تبقى النتيجه بتاعتها عاليه، يعني لو نتذكر 3-4 اللي هي ماتش الاهلي والزمالك اللي مش هيتنسي، يعني النتيجه دايما بتبقى عاليه في الماتشات دي، مش واحد او اثنين او ثلاثه، بتوصل لاربعه. هنشوف ان شاء الله كده، ونتمنى تكون مباراه ممتعه. بشكرك. عايز تقول ايه تاني يا استاذ؟ في تعادل يا كابتن كريم في وقت اضافي ولا لا؟ اعتقد هيلعبوا ضربات ترجيح على طول. ماشي يا كابتن، هنعرف لك برضو شروط المباراه خلال اليومين الجايين كده، هنقول لك، بس اعتقد ضربات ترجيح على طول. ماشي يا كابتن كريم، بشكرك يا استاذ صبر، وسلامي بقى الكل نجا حمادي. ان شاء الله يا كابتن. الله يخليك يا استاذ صبر، بشكرك شكرا جزيلا. ناس جمال جدا، كل الشعب المصري بالظبط. المكالمه ديت بتمثل عندهم حاجه كبيره جدا طبعا، يعني يا ريت انت عامل حاجه جميله جدا، تبقى في يوم مخصص لا احنا كل يوم دلوقتي هنعمل فقره كده نص ساعه واحنا بنتكلم، نص ساعه للصعيد كمان، يعني لكله لاي حد بيتكلم، انت عارف بقى يعني البحري بيتكلموا كتير والقاهره بيتكلموا كتير، لكن الصعيد ده هو كلمنا سوهاج من سوهاج بشويه اعتقد، واستاذ صابر من نجا حمادي، ومن الاقصر استاذ محمد، يعني الصعيد عامل شغل معانا جامد كويس. اللي عايز اقوله في حته الخطا الاداري اللي موجود، في مشكله، في مشكله، بس ازاي ما نفرعش المشكله قوي ونفخمها وننفخ فيها. يعني اذا كان البعض الناس محتقن بطريقه او باخرى، او في مشكله بينه وبين اتحاد الكوره، او له مشكله انه عايز يرشح نفسه ومجموعه مش عايزاه، او مجموعه ثانيه وواحد ثاني بيوسع لمجموعه هنا بوريده وخلافه، كل دي ما موجوده، ما معروفه الاطراف بتلعب ازاي. لكن احنا عايزين نقوله الصراع ده لازم يكون بره، ما بيفيدش وانت ما تيجي في حلقه وتقعد تشتم وتشتم، ايه اللي الناس بتستفاد ايه؟ اللي عايز اقوله ان في خطا، في خطا، بس الخطا ايه؟ معروف ومحدد ان في غرامه وفي كذا وفي كذا، نشوفها ازاي ومين مسؤول. عايز توقف اربعه خمسه مشتبه فيهم، وقفهم يا اخي، اعمل قرار تربوي، وده اتحاد الكره ممكن. معايا هشام من الغربيه، ازيك يا هشام؟ ازيك يا كابتن كريم، ازي حضرتك؟ الله يخليك، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ تمام؟ ازيك، وبمسي على كابتن نقاد مصر حالها. الله يخليك يا باشا. نيم الغربيه بقى، محله ولا طنطا ولا فين؟ انا عايز صحاب، انا من الغربيه، من زفت، من زفت. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا ولا زمالك. انا بعز حضرتك جدا يا كابتن كريم، وبحترم حضرتك جدا، عشان حضرتك محترم، ابن محترم. الله يخليك يا استاذ هشام، بشكرك. الله يخليك. انا يعني عارف ان حضرتك زملكاوي، بس حضرتك من الناس اللي بيطلعوا على الشاشه نظيفه وناس محايده. انا بعز حضرتك جدا وبتابعك جدا بصراحه. الله يخليك يا استاذ هشام. طيب تحب تقول ايه عن الناقد الرياضي الكبير؟ انا ان شاء الله الاهلي هيكسب يوم الخميس يا كابتن. الاهلي، الاهلي هيكسب ان شاء الله يوم الخميس. النتيجه ايه؟ طيب ان شاء الله هيبقى 2-0. 2-0. شايف الاهلي رمضان قول بتقول رمضان صبحي ومين؟ رمضان صبحي، والجون الثاني هيجي من ضربه ثابته، هيجي من ضربه ثابته الجون الثاني، بس الجون الاولاني رمضان صبحي. وعلى ما اعتقد ان هو ممكن يلعب في نص الملعب حسام غالي واحمد فتحي. حسام غالي واحمد فتحي، ممكن يلعب باحمد فتحي وحسام غالي، في يلعب كابتن حسام غالي، ممكن تندر يتقدم من تحت صناع اللعبه معاهم، واحمد فتحي يبقى في نص الملعب بتندر. هنشوف، بس اعتقد احمد فتحي لو لعب هيلعب باك رايت اعتقد، يعني ان في صالح جمعه دلوقتي، وحسام غالي، وحسام عاشور هيرجع ورا، ممكن يعني يبقى حسب بقى كابتن زيزو طبعا، ما نعرفش تفكيره ازاي، بس اعتقد ان احمد فتحي لو لعب هيبقى باك رايت يعني. بشكرك يا استاذ هشام، بشكرك استاذ هشام من زفته، بشكرك.
قال لك ايه؟ هشام قال حاجه مهمه جدا. قال لك الاهلي يفوز. لاحظ كده ان الاهلاويه، مع انك زملكاوي، الاهلاويه اللي بيقول لك وبيتكلموا بتاع الزملكاويه ما يعني بيبقوا منك انت زملكاوي صوتهم، ففاكرين ان انت بتتكلم بلسانهم. فلازم هم ينفعلوا برضه ويبقوا لا بيتكلموا كتير زملكاويه، ده في احلاق بيبقى زملكاويه بس، لا ويبقوا متعصبين، هو بس قلقانين من الدنيا هاديه في الزمالك، هم دايما عايزين مشكلة. ايه زملك متحفز مشكله بقى. فهنشوف. طيب يعني هاخدك بقى في اخر حاجه خلاص عشان وقتنا بيخلص. واسالك عن المنتخب الاولمبي في جمله كده واحده، تقول ايه عن المنتخب الاولمبي؟ تجربتين انا شايفهم كويسين قوي، الكابتن حسام واللعيبه والجهاز الفني في الصين، فوز 3-1 وتعادل 2-2. هو المنتخب الاولمبي ماشي لان العنوان بتاعه البدري، مفيش بقى عضو نائب رئيس الاتحاد او عضو مجلس اداره الاتحاد هو اللي بيشرف، والمزيكا مش موجوده، اعلام سايبه يعني مشغول بالحاجات غير كده. انا شايف حسام بيحاول بقدر الامكان يعمل حاجه يدخل بيها هو، يعمل تاريخ لنفسه قبل ما يحقق نتائج، وهو ماشي 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 هينجح في الصعود للاولمبياد. عندنا مجموعتنا صعبه، نيجيريا ومالي والجزائر، ما تقدرش الموضوع مش سهل يعني. ما تقدرش تقول حد، وبعدين خلي بالك ده في مشاكل كبيره قوي معمقه جوه، وفي عايز مباريات وديه اكتر، وما فيش عايز لعيبه المنتخب الاول اللي هي المفروض ياخدها اللي هي منضميه ليه رسميا، ما فيش برضه، ما فيش حد بيساعده في داخل اتحاد الكره، لان اتحاد الكره ما عندوش اللي يديه الا للمنتخب الاول المظهريه، والشويه اللي انت شايفه اللي هي النفخه الكذابه اللي احنا شايفينها بطريقه او باخرى. لكن انا شايف اتمنى ان هو يحاول يعمل حاجه، لان هو مستقبل مصر المفروض المنتخب الاولمبي. انا شايف برغم المشاكل ده حسام يعني يقدر يحارب وبيعافر وعايز يعمل حاجه، يقدر يعمل حاجه. كريم عايز اقول بس ناكد على مجموعه حاجات. اهلي المباراه اللي جايه اتمنى ان المباراه تبقى افضل وافضل وافضل في كل حاجه، كل عنصر فيه يقدم احسن ما عنده. اتمنى اللعيبه كمان، اللعيبه ما فيش ضغط عصبي عليهم، لا ده عايز وده عايز زي ما احنا اتفقنا. الاداره هاديه جدا، سيبك من شويه الشده وجذب ده وخلاص، لان اذا كان مرتضى بيشتم او بيعمل شويه محمود لازم يرد بعنف كده، ودي امور عاديه. لكن على المستوى الشخصي الناس محترمه جدا، ان شاء الله يفوز الاهلي. دي النقط المهمه اللي انت عايز تتكلم. نورتنا يا استاذ كمال، ان شاء الله نتفرج على ماتش حلو يا ليك بمصر وناديين كبار جدا ان شاء الله. ان شاء الله. واشكرك مره ثانيه. بشكرك يا استاذ كمال، الله يخليك، نورتنا وشرفتنا. بشكر كل طاقم العمل. بكره احنا هنسهر بقى مع بعض شويه، هنبدا بكره من ميعادنا برده الساعه 8، لكن مكملين بكره بقى، عندنا حاجات كتير والله، بقينا 3 ساعات ونص والوقت ما بيكفيش. لما يعني هنتواصل وهنفتح بقى تليفونات بكره، وفي عالمي وفي النهارده طبعا استاذ كمال منورنا ومشرفنا، فما لحقناش ناخد العالمي، فبكره هيبقى عندنا يوم طويل بقى في كوره، كل يوم هنبدا من الساعه 8 لغايه ما نقعد بقى مع بعض حسب الظروف. بشكر اسلام صدر رئيس التحرير وكل فريق العمل اخراج وانتاج واعداد، وبكره نتقابل على خير الساعه 8 باذن الله مع حلقه جديده وكوره كل يوم.